بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول: فيما حكم زيارة مسجد قباء في يوم السبت؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن زيارة مسجد قباء في يوم السبت سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله. يعني لو الحاج أو المعتمر وافق أنه موجود في المدينة المنورة على منورها ومعطرها ومطيبها أفضل الصلاة والسلام في يوم السبت، يفضل أن يذهب لزيارة مسجد قباء. وسيدنا النبي كان يزور مسجد قباء في كل يوم سبت راكبا وماشيا، مرة يروح راكب الدابة ومرة يروح ماشي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي في المدينة عملوا ممشى اسمه درب أهل السنة أو ممشى السنة ما بين المسجد النبوي ومسجد قباء. الناس يمشون في هذا حوالي 3 كيلو بين مسجد سيدنا النبي ومسجد قباء، يذهبون إليه إما مشيا على الأقدام أو ركوبا، ولا حرج في هذا. من تطهر في بيته أو في محل الإقامة السكن أو الفندق اللي هو ساكن فيه، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له ثواب عمرة. ينفع يوم السبت، ده سنة. طب لم أتمكن من الذهاب يوم السبت، في أي يوم اذهب إلى مسجد قباء وصل فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد المبارك مسجد قباء أول مسجد بناه النبي عندما دخل مدينته المنورة وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. فيجوز الذهاب إليه يوم السبت أو في غير يوم السبت، لكن السنة والأفضل والمستحب أن تذهب إليه في يوم السبت، ويجوز أن تذهب إليه راكبا أو ماشيا وتصلي فيه ركعتين، وثوابهما ثواب عمرة إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر لي ولكم حج بيته الحرام والصلاة في مسجد قباء والصلاة في الحرمين الشريفين، اللهم أمين يا رب العالمين. شوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.